أهلا بكم. حذرت غرفة عمليات عمر المختار عددا من المناطق العسكرية في ضواحي مدينة درنة، وكررت الغرفة تحذيرها في منشور صادر عنها من أن مناطق الحيلة وطقوقة المعاصر ومفترق بوضحاك والظهر الحمر تعتبر مناطق عسكرية، وحذرت من التواجد أو المرور بها. أدنى النائب المقاعد رئيس المجلس الرئاسي غير الدستوري علي القطراني ما صدر في بيان الميليشيات المسلحة في العاصمة طرابلس تحت ما يسمى بالملتقى السادس للجيش. وأكد القطراني في بيان له أن هذا المؤتمر ما هو إلا ملتقى لمجموعات مسلحة خارجة عن القانون وشرعية المؤسسة العسكرية، مبديا استغرابه واستنكاره من جلوس فايز السراج وبعض أعضاء بجوار بقايا ما يسمى سرايا الدفاع عن بنغازي الإرهابية في هذا الملتقى غير الشرعي، مضيفا أن هذا البيان يزيد من الانقسام السياسي ويهدد وحدة الشعب والتراب الليبي ويصب في مصلحة قوى التطرف والإرهاب ويقصي جنود وضباط المؤسسة العسكرية الشرعية التي تحارب الإرهاب في ربوع ليبيا. قال رئيس المجلس الرئاسي غير الدستوري فتحي المجبري أنه فوجئ بوجود قيادات ما يسمى سرايا الدفاع عن بنغازي المصنفة بالإرهابية وجلوس السراج معهم بذات المكان الذي وصف فيه تلك الجماعات بالإرهابية، الأمر الذي أدانه واستنكره. وأضاف المجبري أن اجتماع السراج مع المجموعات الإرهابية يثير عديدا من التساؤلات ويعد محاولة لشرعنة هذه الميليشيات التي أحرقت بنغازي وتحارب إحدى أهم مؤسسات الدولة وتتحالف مع الإرهابيين. وجدد المجبري دعمه ومساندته اللامحدودين للحرب على الإرهاب التي يخوضها الجيش الوطني والقوات المساندة له منذ أكثر من سنتين في بنغازي. أكد الحاكم العسكري رئيس الأركان اللواء عبد الرازق النظوري على ضرورة تفعيل الأمن في بلدية جالو، وجدد النظوري خلال لقائه عضو المجلس البلدي لبلدية جالو ورئيس لجنة الشؤون الأمنية على ضرورة محو كل الظواهر السلبية داخل البلدية. ومن جانبه أكد مدير مديرية أمن الواحات أحمد صالح عوض حرصه التام لتفعيل الجانب الأمني في المنطقة، وأشار إلى أنه تم التأكيد على أنه يتم دعم المديرية لمعالجة كل العراقيل التي تواجهها وضرورة وقوف المديرية بحزم أمام كل الظواهر السلبية وإرجاع هيبة الدولة داخل المدينة وخارجها. قام رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية الموحدة للنفط مصطفى صنعلة بزيارة تفقدية لبعض الحقول النفطية في منطقة حوض ثرت شملت حقل الواحة وحقل الدفة، واطلع فيها على مجريات سير العمل بهذه الحقول. وقال صنعلة أن شركة الواحة كانت تنتج أكثر من 300,000 برميل في الظروف الطبيعية وستعود إلى هذه الأرقام بفضل عزائم العاملين بالشركة. يشار إلى أن الإنتاج الحالي من حقل الدفة هو قرابة 50,000 برميل يوميا بعد صيانته ومعاودة الإنتاج منه مؤخرا. افتتح بمدينة الزنتان مركز الخبرة القضائية فرع الجبل الغربي بحضور مدير مكتب المتابعة بالهيئة والوفد المرافق له وحضور عدد من الشخصيات الرسمية بالمديرية. يذكر أن هذا الفرع أول فرع يتم افتتاحه من قبل هيئة الخبرة القضائية التابعة لوزارة العدل بالحكومة الليبية المؤقتة، ويضم هذا الفرع عدة مكاتب تابعة له في الجبل الغربي. بحث عميد بلدية بنغازي في مقر البلدية مع مسؤولي الهيئة العامة للمواصلات وضع الهيئة وتبعيتها من الموانئ والطيران والمطارات. الاجتماع الذي ضم رئيس الهيئة العامة للمواصلات ومدير مكتب مواصلات بنغازي ومدير عام لميناء بنغازي جاء على خلفية ما تمر بها الهيئة من مشاكل وعوائق في ظل الظروف الراهنة،
وقال المتحدث باسم بلدية المحتصم الفيتوري أن العريبي تعهد بتوفير كافة ما يلزم وتقديم الدعم الكامل لهم لأجل إعادة فتح الميناء والمطار، مثنيا على مجهودات الهيئة ومشددا على ضرورة عودة العمل في ميناء بنغازي ومطار بنين الدولي في أقرب وقت ممكن. شهد مجمع الكلية الطبية التابع لجامعة بنغازي تخريج الدفعة 38 لطلبة كلية الطب، وكان ذلك بإقامة حفلة كبيرة وحضور أهالي الطلبة الخريجين. ويأتي تخرج هذه الدفعة استمرارا لتخريج دفعات الطلبة في مختلف كليات جامعات بنغازي الذين رفعوا شعار في كل حفلات التخرج: تحاربوننا بالموت، نحاربكم بالحياة، في تحد للجماعات الإرهابية. لمزيد من الأخبار تابعوا قناة ليبيا الحدث على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر، يوتيوب، تيليجرام، وبإمكانكم أيضا تحميل تطبيق ليبيا الحدث عبر هواتفكم المحمولة. كما يمكنكم أيضا متابعة البث المباشر على موقع القناة الرسمي ليبيا الحدث.tv. شكرا للمتابعة، دمتم في أمان الله.